مشاهدي قناة المسافر التغطيات، السلام عليكم ورحمة الله، وسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في هذه التغطية من مناحل الجربوع للأعسال البرية في منطقة القصيم. تشرفت قناة المسافر للتغطيات باللقاء مع الأخ أبو عبد العزيز الجربوع، أحد النحالين الثقات اللي نفتخر فيهم في منطقة القصيم. حياك الله أبو عبد العزيز. الله يحييك، يا هلا بك، الله يجزاك خير وفك يسعدك، وصباح سعيد بزيارتكم لنا بالمنحل، وإن شاء الله بإذن الله أنه يكون لقاء ممتع لك والإخوان المشاهدين بإذن الله تعالى. منطقة القصيم والله الحمد وسط المملكة العربية السعودية، ربما الكثير كثير من الناس ينكر أن عندنا مراعي أو عندنا أشجار تنتج الأعسال، وهو بالحقيقة بالعكس، بأرجاء الجزيرة العربية عموما في خيرات وهبها الله سبحانه وتعالى لهالتضاريس وهالبلدان ذي. أي نبات على وجه الأرض لابد أن يكون له ثمار، وأي ثمر على وجه الأرض لابد أن يكون له زهرة. منطقة القصيم تعتبر من المناطق اللي به تعدد كبير بالأعسال المنتجة، تفوق تقريبا 13-14 نوع، وهذا هبه الله بسبب جانبين مهمات. أو الجانب الأول اللي هو موضوع التضاريس، منطقة القصيم فيها الوادي وفيها الفيضة وفيها النفود وفيها الجبال وفيها الحزوب، كل منطقة من المناطق ذي لا شرقي القصيم ولا غربية ولا شمالية ولا ذا تتمتع بغطاء نباتي، وتجد فيها أنواع من هالنباتات ذي منتجة للعسل. النحالين عندنا بالمنطقة يلفون على هالمناطق ذي ويأخذون منها أفضل الأعسال، أبعد كان البرية أو الزراعية. نعم. الجانب الثاني اللي بالقصيم ميزه بزيادة الأنواع بإنتاجية العسل عن باقي المناطق هو كثرة الغطاء النباتي الزراعي. عندنا محاصيل زراعية، عندنا مزارع كبيرة، مزارع النخيل فيها كثير، عندنا مزارع حمضيات، الحمضيات ينتج منها عسل من أفخر الأعسال، عندنا البرسيم كميات كبيرة من الرشاشات المحورية، وهو يعتبر من أكثر أنواع العسل إنتاج بالمنطقة، لأنه وبه وفره ويعتبر سعره مناسب جدا للمستهلك، يعتبر ب200 ريال إلى أقل من هالسعر ذا، وهو من أفضل الأعسال اللي ممكن الإنسان يعتمده للمناعه للأطفال والأصغار وأهل البيت عموما. عندنا بالمزارع أغلب مزارعنا فيها أشجار الأثل مثل ما احنا شايفين الآن، هذه مزرعتين وحطينا المناحل على ضفاف المزارع كلها، قطفنا القطفة الأولى من أشجار الأثل. هذا نبات الحامض الآن النحالين فترة أكتوبر تعتبر شحيحة بكثير من المناطق. الحامض هذا الهارم يعطي النحل مصدرين أساسيات، حبوب لقاح اللي بنشوفها الآن، وأيضا رحيق عسل لونه أحمر طعمه سبحان الله العظيم مثل طعم الدبس حق التمر حق السكري. الآن الحساسية الموسمية اللي منتشرة بالأجواء، الانتشار هذا والحساسية اللي أثرت على كثير من الناس بسببه الغطاء النباتي من أشجار الحمض، من ضمنه النبات هذا الهرب والرمث والشنان، وأغلب أشجار الحمض الآن تبث كمية كبيرة من حبوب اللقاح بالأجواء، وبسبب بيئتنا هنا جافة ما فيها رطوبة ولا فيها أمطار ما تمسك حبوب اللقاح، تطير بالأجواء، وإذا تعرضوا الناس لحبوب اللقاح وشموه سبحان الله العظيم تبدأ عمليات التحسس عندهم، التهاب بالصدر، كحة، حساسية، سيلان بالأنف، جيوب أنفية، العيون عندهم تلتهب، تصير هذه بالخريف وتسمى حساسية موسمية، موجودة بأغلب بلدان العالم، لكن تزيد وتنقص بحسب وفرة المراعي اللي تعطي أو النباتات اللي تبثها الحبوب اللقاح ذي وتسبب هالأزمة ذي. وش علاجه؟ اللي يأخذون عسل من نفس البيئة، عسل طلح مره مرتين باليوم قبل موسم الحساسيه باسبوع، باذن الله يعدي الموسم وهو ما تاثر. ليش؟ اخذت عسل من نفس البيئه، وخذوا قاعده، اعسال البيئه من اي مكان بالعالم هي افضل الاعسال اللي تعالج مشاكل التحسسات عموما، سواء اللي تجي بضيق النفس وهالامور ذي كلها. فلذلك لا تبحث عن اعسال من هنا ولا من هنا، شوف أقرب نحال عندك قريب في بيئتك وخذ منه عسل وعامله، وبإذن الله تبي تعدي موسم الحساسية وأنت بأمان. عندنا موسم حساسية آخر اللي هو فصل الربيع،
تكثر الأمطار وتجي الأزهار وتصير في كمية كبيرة، لكن قوتها مهم مثل قوة الآن. وش السبب؟ الربيع فيه مطر، فيه رطوبة بالأجواء، حبوب اللقاح إذا طلع من النبات ما يطير، يصير ملي بدو ماسك، النحل يقدر يأخذه بسهولة ويجمع كميات منه، ولو جاه أمطار طيحته بالأرض سبحان الله العظيم ومسك بالتربة ولا انتشر. لكن الآن بسبب الخريف ما فيها أمطار إلى الآن، فإذا أنتج الأشجار حبوب اللقاح وطارت ما في شيء يمسكها بسبب أن الرطوبة عندنا صفر تعتبر. شفت حبوب اللقاح؟ هذا حبوب اللقاح ينتج من المنطقة، والنحالين عندنا بالقصيم والله الحمد أغلب الشباب لو جيت وسألتهم عن حبوب اللقاح قال موجود عندي. حنا بالمنطقة هنا نلجأ لبعض الأماكن اللي فيها تميز بحبوب اللقاح على أساس أن النحل بالأساس عندنا ينشط ويصير قوي. حبوب اللقاح كثير بالمجتمع الآن يطلبونه، ليش؟ النحلة علشان تشتغل وتعيش تحتاج إلى مادتين مهمات. المادة الأولى الرحيق من الزهرة. الرحيق هذا وش يعطيه؟ يعطيه كربوهيدرات، سكريات، وطاقة. الرحيق. الرحيق. لكن ما يعطيه لا فيتامينات ولا معادن ولا أحماض أمينية أبدا. منين تأخذ الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية؟ تأخذ من حبوب اللقاح هذه. فحبوب اللقاح هي عنصر وقود الخلية اللي تقدر من خلاله أنها تضع البيض الملكة وتفرز الشغالات الشمع وتقدر تطير وتجيب العسل. إذا ما توفرت حبوب اللقاح الخلية كمشت وضعفت ولا صار عندها إنتاج. فهو وقود الخلية، حنا ناخذه ونعطيها الناس. دائما أقول للناس اللي يبي فيتامينات معادن طبيعية ومن نفس بيئك إلجأ للنحالين وخذ حبوب اللقاح مقدار ملعقة صغيرة مرة باليوم، تعطيك احتياجك من الفيتامينات والمعادن، تعطيك احتياجك من الأحماض الأمينية اللي تحتاجها. في ميزة مهمة بحبوب اللقاح، تعتبر بروتين نباتي. البروتين أكثر ما نأخذ من اللحوم حنا. في بعض الناس ما يبي اللحوم، يبي بروتين بنسبة تصل إلى 40%، وتختلف نسبة البروتين والفيتامينات والمعادن بسبب نوع المرعى اللي يشتغل عليها النحل. كل ما زاد عدد المراعي النحلية وتنوعت الألوان كل ما صار حبوب اللقاح أفضل وأجود للمستهلك. فضروري للنحل وجوده ذا أفضل حبوب لقاح ممكن تشريه، هذه نصيحة للمستهلك. وقت الربيع، وقت الربيع ليش؟ يكون فيه نسبة عظمى كبيرة من الأعشاب والحشائش والأزهار اللي بالربيع، والمراعي متوفرة وكثير تنوعه، يكون طازج وقته يصير نسبته عالية، فتلقى في وفرة عند النحالين بحيث انهم ياخذون منه. يعني مهمة جدا حبوب اللقاح يا شيخنا للنحل. للنحل هو وقود الخلية. نبي نفتح على واحدة من الخلايا. بسم الله. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحان الله العظيم، سبحان الله. هذه تسمى خلية ولا برواز يا شيخ؟ هذا يسمى إطار برواز واحد. مربوط. تمام. وعندك الآن الخلية ذي قوته كم؟ 6 إطارات. تمام. الصندوق ياخذ 8 إطارات ما وصلت. الآن شوف ايش مسوي، هي محتاجة إطار ناظر معلقة هنا. نسميها معلقة حنا، انها بحاجة إطار جديد على أساس تبني عليه. لكن إن شاء الله عقب يومين نبي نعطيه إطار جديد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هذا النحل الآن يشوفه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللون البني هذا عبارة عن حضنة صغار النحل. هذا الصغار حقين النحل، والعسل يوضع بالمنطقة اللي فوق. طبعا هذا تو بالأطراف فوق. هذا تونا فارزينه، ما بطينا اخذين العسل منه، عسل الاثل. ونبي نشوف الان خلايا ما بعد فرزت ان شاء الله، نبي نطلع العسل منه باذن الله تعالى. طيب ابو عبد العزيز، نوعي النحل هذا ما شاء الله. هذا نحل مصري، هذا مستورد. مستورد. الحين نبي نشوف النحل البلدي. تمام. نلاحظ اللمعه اللي داخل العيون السلسيه، هذا عباره عن الرحيق اللي يجيبه النحل من برا. شوفون اللمعة ذي، أول ما يجاب يحط قريب من عش الحضنة الصغار. ويأخذون احتياجهم لغذاء النحل الحاضن يسمى، اللي يغذي النحل الصغير هذا. واللي ما يحتاجونه يبدون يرفعونه فوق للطبقة الفوقية كمخزون. إلين يصير عندهم مخزون كامل من العسل. هذا النحل نحل تربية.
عندنا بسلوم النحالين بالمنطقة ما عندنا تحيز النحل عن نحل أو سلالة عن سلالة. هذا النحل اللي تو صورناه ونحل مصري. في عندنا هنا نحل هجين بين هذا وبين هذا، وفي عندنا نحل بلدي. كل مراعينا ما عندنا تحيز لنوعية معينة، بالعكس الشباب النحالين عندنا بالمنطقة ما شاء الله تبارك الله البعض، وإنهم وصل سلالات تلائم المنطقة بعمليات التهجين، بحيث إنه يصير مستواه بإنتاجية العسل عالي، تحمله للأجواء ممتاز. شوي شوي نطور ونشتغل. الجانب الثاني في ميزة، كل أغلب الشباب يستخدمون الطرق الحديثة لإنتاجية العسل، الخلايا الحديثة وذا، وإنتاج الأقراص به، وإنتاج حبوب اللقاح. فأغلب منتجات الخلية تجد عند النحالين هالمنتجات ذي، للي وده يشري منه. نشوف النحل البلدي الحين. هذا البلدي. اي نعم. هذا إطار جديد حاطينه للنحل. شوف إلى الآن ما اشتغل عليها النحل، ما كمل الجزء الطرف الثاني. لاحظوا العسل من الخلف. شوفون العسل. البني هذا عسل. نبي نشوفه الآن من هنا الطرف ذا. العسل داخل العيون السداسية. نلاحظ ما شاء الله هذا عسل مختلط ما بين الأثل والحمض اللي تو صورناه قبل شوي. تمام، النحل شغال عليه، ونشوف حجم النحل أصغر نحل بلدي. هذا محطوط قبل أسبوع والنحل بدأ يبني عليه، إذا خلص بنائه يبي يروح مع الطرف الثاني ويبنيه، يصير قوة الخلية انشطت، نقوم نزود إطار بعده وتبدأ عملية النمو. وهذا برواز يعني غير عن البراويز التقليدية، الخلايا الحديثة التقليدية الأعواد هذه ما تقدر تحط لها إطارات مثل ذولي. وش تحط له؟ تبنيه من نفسه، شمع بنفسه بدون ما تحط الأقراص. ميزة الأقراص ذي نبي نشوف الآن عملية الفرز. إذا فرزنا وطلعنا العسل ترجعه مرة ثانية النحل ينظفه ويشتغل عليه ويحط صغار فيه. شوف الحين العسل هنا بالخلية ذي جاهز مختوم، هذا الآن مختم طبقة الشمع، دليل على أن العسل الآن هنا جاهز. الطرف الثاني هذا إلى الآن شوفوه ما بعد جاهز، قاعد النحل يجمع عليه. إذا جمع وخلص اختمه بطبقة شمع. وش دليلنا بختم الشمع العسل وأنه ناضج؟ يقول لك النحل تفضل تعال خذ العسل، طبقة التختيم هذه. نلاحظ هذا، كل هذه الآن صغار نحل هنا بيض، بس يمكن العدسة تجيبه أو لا. وهذا كله طبقة عسل ومختوم ومختومة. حتى الجزء هذا بعد نلاحظ هذا العسل كامل ومختوم. لو فتحناه نلاحظ، واللي ملاحظ برضه شيخ عبد العزيز انه ابو عبد العزيز انه سبحان الله العظيم الحضنه دائما بنص البرواز محاطه فوق طبقه عسل، وقبلها طبقه حبوب لقاح، بعدين حضنه الصغار هذه، على اساس يصير الامداد لتغذيه الصغار والملكه قريب بتسلسل منطقي وطبيعي للنحل. نبي نحاول نشوف الملكة إن كانت قدرنا عليها نشوفها. لاحظ ملكة النحل حجمها أكبر، بطنها أطول، شفت طول بطنها مقارنة بالنحل اللي حولها. بالبرواز الواحد كم تكون فيه ملكة؟ الخلية الوحدة هذه الصندوق بس وحدة، هي اللي تضع البيض كله، هي اللي تسيطر على النحل، وتنقل من برواز إلى برواز، من برواز إلى برواز، تبحث عن العيون السداسية لوضع البيض، وتفرز فرمون عند مروره على الشمع تترك أثر فرمون بأرجله. النحل ما هو بلازم يشوفها ويستشعر وجوده، بس من يوم يمر على مكان مشيته الفرمون هذا موجود، النحل يدري أنه موجودة. لو قعدت ساعة الخلية بدون ملكة، والنحل أعلن على حالة استفار وحاول يبني بيت ملكي جديد ويطلع ملكة جديدة من البيض اللي موجود، على أساس أنه ما شو اسمه يفقد السيطرة ولا تضيع الخلية. ما تستطيع الطيران الملكة الآن لأن بطنه مليان بالبيض. إذا جاء وقت التطريد الطبيعي النحل جوعه بدأ ما يغذيه ويصغر بطنه ويضمر ويصير حجمه مقارب للنحلة، وخلاص تستطيع الطيران وقت التطريد والتكاثر. تلقيح الملكة بعمره مرة واحدة بداية حياته، تعيش من 3 إلى 4 سنوات. العاملات حده بالعمر إلى 6 شهور وبعدها تنتهي سبحان الله العاملات ذي.
لكن هذه تعيش بسبب أنها تتغذى رئيسياً، ما تأكل عسل هي مباشرة ولا تأكل حبوب لقاح، أكلها الرئيسي من غدد النحل الغذاء الملكي. الغذاء الملكي يفرز من الرأس، العاملات الصغيرة تفرز الغذاء الملكي وتعطيها الملكة، وهي إذا أكلت الغذاء الملكي كبر بطنه واستطاعت وضع البيض. وسبحان الله العظيم، أفضل مادة لمن يعانون مشاكل الخصوبة، تأخر الحمل، عدم انتظام الدورة عند النساء، العدد وضعفه عند الرجال، هو استخدام الغذاء الملكي مع العسل. هذه مرحلة استخراج العسل، العسل اللي موجود الآن من مراع الأثل. الحال لسع، شوف الشوكة، معناته خندخل يدي بجيوبه ولا لا؟ ما عليك إن شاء الله بإذن الله. هذا القرص الأخير نعتمد على أننا نحطه أقراص سمعية. شفت لون العسل أصفر مخضر، هذا عسل الأثل. هذا عسل الأثل. الآن هذا اللون وهذا طبعه، إذا كان صافي ما معه أزهار ثانية. الآن عملية تخليص النحل من الإطار، نهز عملية التنظيف، نشيل النحل كله كامل. الإطار الثاني مو بإطار شمع، إطار عسل وحضنة. شفت صغار النحل وشفت طبقة التختيم. نسوي عملية إنزال النحل بهذا الشيء. عملية إنزال البرواز يا شيخ بهذا الشكل، حتى وإن كانت الملكة موجودة تطيح معالية. هذه عملية القص، هذه عملية القص، سريعة وسهلة وعلى وزنية العلبة ما شاء الله. حنا أخذين الشمع هذا على وزنية العبوة ما شاء الله. أنا عرفت يا عبد العزيز ولا لا؟ إلا ما يحتاج استاذ ما شاء الله عليك. يلا هالباقي عاد تقصه. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. ممتاز. لكن بئر ما شاء الله. ما شاء الله. هذا لون العسل الأثل الصافي. وهذا الشمع طيب. الشمع إيه؟ أنا بقول لك معلومة. أسلم. أفضل عسل ممكن يدخل جوفك هو هذا اللي مختوم. هذا وش ميزته؟ إذا ختمت السداسيات أسلم. مو ميزة ذا، إنه ما دخل معدات فرز. هذا اللي صنعه النحل واللي سووها النحل، منه الإثمك مباشرة. سبحان اللي يبي ياكل أجود عسل، آلية العسل اللي عليها العلم، خذ العسل بقراصه. العسل هذا اللي داخل اللي مسوي له باكج حفظ النحلة، مو بحنا. الحين اللي بنطلع العسل اللي بالإطارات. شلون نطلعه؟ الطاولة هذه يسمونها طاولة قشطة العسل. قشطة العسل. قشطة، وش هي قشطة العسل؟ استخراج طبقة الشمع الفوقية هذه اللي فوق. شلون الطريقة؟ بالشوكة. يفك السداسية. يفك الغطاء اللي فوق السداسية ويصير العسل تحته. يا سلام. شفت الشمع الآن؟ أزلنا الطبقة دي، ما راح لو حطيناه بالفراز ما راح يطلع العسل. داخل الشمع إذا كان موجود، إلا أن تنازع الطبقة دي. لو ما شلته ما راح يطلع العسل. الطبقة دي أبو حاتم سم. هذه نبيع على المستهلك، يأخذها المستهلك وبه ميزة. تمام. العسل اللي به قمة النضج. ليش ناضج؟ مختوم. مختوم. اللي تحت الطبقة ذي عسلها مختوم، نبيعه ونسوقه للمستهلك على أنه عسل طبقة الشمع. بدأ يسيح العسل بعد ما أزلنا الطبقة اللي فوق، ينزل على الستيل هنا على أساس بعد نهاية الفرز ناخذه. الحين ودي تكمل له أنت. سم. بسم الله. بسم الله. يا رب أكون على قولتهم
اجدت التعليم من ابو عبد العزيز. لا ما شاء الله عليك. انا اضغط شوي. ترى انت خايف. مضبوط مضبوط. ايه تمام تمام. راح بس نزيل. تمام. اضغط ادخل من ده. يا سلام عليك. ممتاز. نبي الناس يشاهدون عملية فرز العسل. الآن هذه طبقة التختيم. نحطها هنا ونحفر عليها. طبعا هذه حضنة الصغار ما نقشطه لأن ترجع للنحل ويفقس ويصير نحل ذي الحضنة. الله أكبر. لو شلنا الطبقة ذي بالمقشاط طلع الصغار علينا. يا جماعة يعني هذا هذا الصغار ذولا اللي هو بيض حضنة بيض الملكة وتخزينه. الله البيض. أكبر. طيب الآن في مرحلة الفرز. نعم. سلمك الله. والدوران وذا. ايوه ما هو بعيد عن النحل. نعم. هل يفقد يعني ما نصيف عليه المكان مهيئ وزين الرجع مباشرة للنحل خلال 10 دقائق إلى بالكثير 20 دقيقة يرجع للخلية الإطار ذا. الآن أبو حاتم بعد عملية فرز قشط العسل إزالة طبقة الشمع ننقله للفراز. هذا الفراز. تعال معي. جنبه ولا الثاني؟ مكان جاهز. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الآن طرد مركزي مثل النشاف حق الملابس ما هو إذا دار طلع الماء من الملابس. الله. هذا الآن لا دار طلع العسل من وسط العيون السداسية وضربها بجانب الأستنلستيل هذا. نبدأ نشوف. بسم الله. هنا تحت يضرب ذا الجنب. شفت ريحة العسل أو الضحية تطلع عليه. الحين لا دار إذا وقف شوفت شوف يقف صب العسل يخف عليك خلاص توقف وتعكس الدورة. عملية الفرز الآن نزول العسل بحواف الاستنلستيل ويجتمع بقاع الفراز يصير فيه يا نحل يا قطع شمع من عملية القشط أو حبوب لقاح. فنستخدم فلتر عبارة عن نوعين ناعم وثقيل أثقل منه. هذه المرحلة الأولى بالتصفية دائما نسويها نحطه على السطل. بسم الله. عسل الأثل، عسل الشفلح وكثير من أنواع العسل خصوصاً اللي تميل للون الفاتح عنده قابلية للتبلور أكثر من باقي الأنواع الثانية. العسال شوفي الآن ما نزل تحت من الفلتر الآن بدأ ينزل. الآن مرحلتين الفلاتر. الفلاتر الأولة واللي تحته الخفيف والثقيل اللي تحت. نعم مربوط. أبو حاتم الإطارات اللي فرزناه من عسل الأثل الزايد من الإطارات نحطه بالكراتين هذه الموز تسمونه وبعدين نوديه للثلاجة عندنا وتحافظ عليه. شوف الآن جميع العسل اللي كان هنا موجود انتهى. هذا ما في عسل نهائي ولا في حضنة صغار ولا شيء. نخزنه بالثلاجة. الصناديق هذه تبي تنزل للجنوب المرعى السدر الآن البلدي الجبلي. ناخذ الحاجة من الإطارات على عدد الصناديق ونصفه داخل الصناديق ونجيب نحل جديد مرزوم ونسكنه على الإطارات هذه. الله. ويبدأ بموسم ورحلة جديدة بجمع العسل مرة ثانية. يعني هذا أنا أشبهه مثل الكوب اللي عندكم بالبيت الكاس تشربه ماء تغسله وترجعه بعدين تروح تشربه لبن. هذا مر عليه يمكن أكثر من 10 مواسم عسل على مدى سنتين. طلح وطلعنا منه سمر وطلعنا منه أثل وطلعنا منه زدر. السنة الجاية لأننا حافظين حفظ جيد وهكذا. أفضل أنك تحطه ببرادة درجة حرارته من 7 وتحت الأساس. لو فيه بيض دودة الشمع ما تفقس. لو جمدته وتركته فترة وطلعته ترى تفقس البيضة من جديد ما تموت هي بسبب التجميد. فالأفضل حنا نحفظه بالتبريد دائما ونخليه بأماكن تبريد. مكان هذا تجهيز الطلبات المتجر الإلكتروني. أبشرح بعض منتجات النحل علشان نتمم حلقتنا اليوم. تمام.
تكلمنا عن طبقة القشط اللي تو طلعناه، هذه معبية الآن، عبارة عن الشمع والعسل مع بعض. هذا للطلح، لأن لونها أحمر. لون الطلح. أي نعم، هذا عسل الظهيان. لاحظ أنه بدأ يتبلور ذا. إيه من تحت. من تحت وراه غرفة الحفظ تشوف أنها باردة شوي. بوث. البرودة مهمة لحفظ العسل على أنه يبقى أكثر مدة ممكنة، لكن التبلور كثير من الزباين عنده جهل أن هذا عيب، ومو بعيب، وبسبب الحفظ الجيد تتبلور العسل. يعني أي عسل متبلور عند شخص ما خذ وأنت مطمئن، كريب للجسم، بس أنه قاس شوي، يدهم به الجسم مرطب من الدرجة الأولى، منتج طبيعي شامع وزيت زيتون، ما أبو أي إضافات ثانية. خبز النحل بالأصل هو حبوب اللقاح. أي سلام. إذا أخذناه عند الباب وسوقناه هذا حبوب لقاح. يا سلام، هذا الشكل. بالشكل ذا. حلو. وعندنا أكثر من صنف، في صيني وفي أوروبي وفي إنتاجنا. يعني أبو خيارات عندنا. تمام. على أساس الزبون يأخذ أكثر من نوع. حلو. إذا تركنا حبوب اللقاح يدخل للخلية. النحل خزنه داخل العيون السداسية. وحط عليه عسل وأنزيمات وحفظه وخلاه ولين يستوي. نقوم نطلعه وناخذه كفائدة فيتامينات ومعادن وأحماض. خبز النحل أكثر نفع من حبوب اللقاح هو الزبدة. العكبر الخام. العكبر النحل يجمع من براعم الأشجار ومن تشققات الأشجار، يفرز مواد الشجرة كأنه تعقم نفسه. النحل تجمعها برجليه. أنت ببيتك وبيتي نحط منظفات على أساس نقتل البكتيريا والجراثيم. مبروك. قاتل البكتيريا والجراثيم والميكروبات اللي بجو الخلية كامل هو العكبر. سبحان الله. يدهنون بها العيون السداسية، أرجاء الخلية، المداخل. إذا توفرت انعدمت الأمراض والمشاكل داخل الخلية. يباع على هيئة خام، هذا خام. في نوع منهم زين على شيء شكل قالب قلم. تاخذوا على هذا او هذا الطريقه اللي تناسبك وتاكله. طريقه استخدامه وفوائده، قطعه صغيره تحطه بثمك حار شوي وتعلكه للي عندهم التهابات حلق مثل اللبان او زي العلك. مضبوط. تقرحات الفم، بكتيريا الفم، خلوا قدر المستطاع بثمك. هذه فائده للجهاز التنفسي والنفس والجوب الانفيه. الفائده الثانيه، اكسر كسر صغيره وادفع بالماء، تشتغل على المعدة والأمعاء وتطهيرهم بإذن الله تعالى. هذا العكبر. هذا العكبر. تمام. تمام. عندنا بعد الخير، مو بس عسل وبس، شوفوا فوائد المستحضرات اللي تنتج من العسل وهي طبيعية. العكبر حولوه من هيئة الخام مثل الشمع إلى سائل. تمام. نوعين عندنا، أوروبي. الأوروبي تأخذ ملى النقاطة وتحطه على كاس ماء وتشربه، بداية احتقان الحلق، بداية تهاب الجهاز التنفسي والأمور ذي. خذ لك نقطة ملى قطارة وحطه بالماء وحط عليها ملعقة عسل طلح وليمونة، اشرب شوي شوي بإذن الله لها أثر بالغ بتخفيف الأعراض. أو هذا منتج مسوه هنا عندنا بالسعودية، عكبر خام بس مع عسل. تسحبه هذا بألفهم، 10 نقط للكبير، الصغير 5 نقط، اللي أصغر منه 3 نقط. ممتاز المشاكل الرشح، مضاف له عسل فقط، عسل مع أكبر هذا. أي نعم. تمام. هذه من المنتجات اللي موجودة عندنا، من منتجات النحل اللي تستخدم. طبعا أعسالنا اللي بالجزيرة العربية ما شاء الله تبارك الله أنواع كثيرة. السؤال اللي يدور في الذهن، كيف أعرف العسل مغشوش العسل الأصلي؟ نعم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طريقة استخدام العسل ومدى كميته. نعم. السؤال الثالث والمهم، طريقة حفظ العسل. نعم. شف، عسل أصلي ولا مو أصلي أنت كمستهلك ما تقدر تحدد. من أصعب المواد اللي على وجه الأرض اللي يستطيع المستهلك العادي أنه يعرف جودة وسلامة العسل ذا، هل هو سليم ولا لا، صعب. والمختبرات لو تروح تحلل مبلغ يمكن يفوق سعر العسل، ما كل شخص يقدر يروح يحلل. فأنصحكم يا جماعة، إذا كنتوا مثلا بالمملكة العربية السعودية، ما في عندنا مدينة إلا فيها نحالين. صحيح. وبإذن الواحد الأحد أنا على ثقة من نحاليننا، وإن كان عندك مجموعة نحالين يا أخي اسأل
عن اللي عنده خبره وذا وطق بابه، وش عندك من عسال يا فلان وريح راسك، اسمح لي عسل عروض وما ادري ايش ومصادر ما تدري منين هي جايه، اتركها خصوصا للاستشفاء. لا تلعب انت دافع فلوس، والله انت تحصل عسال ازين من اللي معروض وافضل وارخص وارخص واجود ومن بيئك واضمن، بس تراه يمكنه جارك النحل وانت ما دريت عنه. فاسالوا عن النحالين بديرتكم، ابحثوا عنها جمعيات النحالين، انتشرت بمناطق المملكة، عندنا بالقصيم جمعية النحالين، تعالوا للجمعية وخذوا منها، فيها الأعسال محللة عن طريق أمانة منطقة القصيم مختبر سلامة الأغذية، تمام، ومختبرة من خبراء النحل بالجمعية ومضمونة العسل 100%. عليه استكر ضمان وعليه رقم، لو تتصل على مختبر سلامة الأغذية وتعطيها الرقم وهو ما شاف العبوة اللي معك، قال لك ترى العبوة ذي نص كيلو وترى عسالها طلح وتراه للنحال الفلاني. عفوا، طريقة الاستخدام. الاستخدام إذا كان الموضوع غذاء، كل العسل على ما تحب. يا سلام. لا تقيد نفسك، بعضهم يحبه مع الزبادي، بعضهم يحبه مع القشطة، بعضهم مع الخبز، بعضهم مع الحليب، بعضهم مباشر، بعضهم مع الماء. هذه اخذها بأي طريقة لأنك تبيه غذاء مكمل غذائي. إذا كان تحتاج العسل للجهاز التنفسي بكل مشاكله، خذ العسل ملعقة صغيرة حطه بالفم وسكر عليه، لا تبلع بسرعة. أي نوع؟ عسل الطلح، تمام، الكين، السمر، الضهيان، هذول أقرب شيء للجهاز التنفسي مشاكلها. ملعقة صغيرة. ملعقة صغيرة كررها من 3 إلى 4 مرات كل 6 مرات. أنت تعبان الآن، واصل مرحلة التعب. إذا حطيته بثمك وذابت رطبت كل الأجزاء ذي صدرك وذا، بسبب إنك خليته بالفم وذابت شوي شوي. قبل البلع يعني. لا تحطه مع ماء إذا كانت المشكلة بالجهاز التنفسي. تمام. إذا كانت المشكلة بالمعدة وصعبه ومتهيجة المعدة. أول ما تبدأ كاس كبير، ملعقة كبيرة عسل الأثل، عسل القتاد، عسل السدر، عسل البرسيم. زين، عندك خيارات. القريب منك من بيئك خذوه. يا سلام. ذوب العسل بالماء ملعقة كبيرة وخذوه على الريق. وقبل الأكل دخل العسل لعلاج الجهاز الهضمي على بطن خالي. يا سلام. واصبر من نص ساعة ساعة وكل. بعد أيام قلل مستوى الماء زين وراه علشان يزيد تركيز العسل، الين تصل مرحلة إذا هدى بطنك والتقرحات خفت، تاخذ العسل مباشرة لحاله ويدخل على المعدة لحاله ويعطي أثر بالغ بتقرحات المعدة وغيره والجهاز الهضمي عموما. نصيحة للقولون ومشاكله، ملعقة حلبة صغيرة بالليل حطها بالماء، حط عليها الصبح قتاد ولا أثل ولا سدر واشربها. قبل الوجبات ملعقه من نفس العسل بربع نص ساعه وانت جوعان. والله بصيدليه متنقله في بيوتنا بعد. انا اقول لك عكت كثيره ولله الحمد استخدامات العسل. شوف طريقه الحفظ. الحفظ شوف احنا حاطين هنا علشان الشحن والاضاءه علب معتمه. ليش العلب المعتمه؟ هذا على اساس العسل ما يجيه اضاءه ويصير له تفاعل بين مركبات ويبدا يسود. يعني الان لون هالعلبه اللي تشاهدون مظلله شوي معتمه، مراعين اللي هي درجه الاضاءه. الشيء الثاني في التبريد، التبريد درجه الحراره لازم من 22 وتحت. يا سلام. يبقى العسل عندك محتفظ بانزيماته اعلى. عندنا عبوات زجاج موجوده بس تلقاه بالمحل، تستلمه من المحل. مشكله الزجاج اذا شحننا يصير له مشاكل تكسر. احسنت. فحنا نعتمد على النوع هذا، هذا ابوه ميزه بالبيت، لو طاحت ما عندك مشكله. عسلك محفوظ ولا ابوه مشكله. الزجاج والله صادق انت شاريه بمثمون وقيمه. اي والله. احيانا البيت بزران الله يصلح ذا، لو طاحت يخلف الله عليك. فهذه به ميزه بالشحن، ما تبلشنا مع المستهلك انه خاصة قيمة العسل أحيانا يصير من العسال النادر وغالية وحرام إنه يتكسر أثناء الشحن. هذه عوامل الحفظ المهمة اللي يفترض إنه أواني حفظ نظيفة آمنة للاستخدام، معتمة ما يجي إضاءة، ودرجة حرارة مناسبة.
ختاما مشاهدي الكرام، أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو للغير إذا أعجبكم.